الراديو 90-90 هواها مصر. حكايات غادة وحمادة مع إيمان السيد ومحمد نشأت على الراديو 90-90. حكايات الحاجة غادة وجوزها الحاجة حمادة، هنسمع كل يوم حكايات كده فوق العادة. يا فتاح يا عجيب على الصبح، يا رزاق يا كريم على الصبح برضو، انت من اللي مطرطش في الشارع ده يا حاجة خادة؟ ابدا يا حاجة حمادة، ده الحاج عزت نقح الحاج عفت بالشومة في قرص راسه. يا نهار اسمر، هو يكون الكرسي اتكسر يا حاجة؟ طب والحاجة عفت سكت يا حاجة؟ لا يا اخويا، ده لسع الحاج عزت 7 غرز تحت باطه. طب والله برافو عليه، ده عليه باط يستاهل قطعه، بس ليه الخناقة دي كلها يا حاج؟ ابدا يا حاج، الحاج عزت حاطط خازوق حديد في الارض عشان يحجز مكان يعني يركن فيه العربيه بتاعته. انا هرق اسمر، عامل خازوق حديد في الشارع بتاع الحكومه؟ عادي يا اخويا، ما الناس كلها عامله خوازيق في الشارع، جاتش يعني على الحاج عزت؟ وبعدين لو الحاج عزت ما عملش كده مش هيعرف يركن عربيته قدام باب بيته. طب وايه اللي بدع الحاج عفت من خازوق الحاج عزت يا حاج؟ الحاج عفت يا اخويا ملقاش مكان يركن فيه العربيه بتاعته، راح جايب حداد وشال الخازوق الحديد بتاع الحاج عفت، وقام حاطط خازوق حديد جديد ليه هو. وطبعا الحاج عزت زعل على الحديده بتاعته، وكلمه من الحاج عزت على كلمه من الحاج عفت، الاتنين قفشوا في بعض يا حاج. الله، طب وليه الاتنين ما يركنوش عربياتهم في الجراج اللي في الشارع اللي وراهم يا حاج؟ لا يا اخويا، الجراج هياخد شهرية قد كده، وبعدين الحاج عزت بيحب يبص على العربية بتاعته كده هو كل شوية من الشباك. طب ما يركنها في اوضة نوم احسن يا حاجة، بس انا يعني شايف برضو يا حاجة ان الحاج عفت بقى حق، هو برضو من حقه يركن عربيته قدام باب البيت، ولا ملوش نفس هو كمان يبص عليها؟ حق ايه؟ جه كسر حقه، الحاج عزت هو اللي عمل الخازوق الحديد الاول في شارع الحكومة. إن كان كده يبقى الحاج عفت لازم يشيل الحديدة بتاعته ويرجع حديدة الحاج عزت. أهو ده الكلام بقى يا حاج حميدة، عقبال كده لما ربنا يكرمك وتجيب عربية انت كمان، واشوف دمك مترتش في الشارع وانت بتتخانق على الخازوق الحديد بتاع العربية بتاعتك يا حاج. تعرف يا حاجة؟ ايه؟ أنا بفكر انزل اشتري الحديدة قبل العربية، بس مش هرشقها في شارع الحكومة يا حاجة. امال هترشقها فين يا حاج؟ في نفوخك يا حاجة، والبطحة في التعالب جهلة بقى، كل واحد شريد عربية هيحجز لها مكان في الشارع، الشارع ده ملكية عبا ومن حق كل الناس، والبوت حبا لقاب معاكي في البلكونة وربنا لنزل انا اشيل الخازوق والحديد كله في الشارع. لا استنى يا ميدو، لازم بلطاقة بقى يا حاجة، انا عندي اشيل كل الخوادي اللي في الشارع دي. ما تتهورش يا حاج، انت يا ابنية انت كمان الراسك، اوعى تقعد انت ما فيكش نفس يا ميدو. حكايات غادة وحمادة مع إيمان السيد ومحمد نشأت على الراديو 90-90. حكايات الحاجة غادة وجوزها الحاجة حمادة.